اذكر شيء مستحيل تروح العمل من دون ما تسويه. من دون ما تلبس الزي الرسمي. الزي الرسمي. زي العمل الرسمي. زي العمل الرسمي. زي العمل الرسمي. خلونا نشوف. اللبس. أنا أبغى على علامة. السؤال لك الآن. وشو الشيء اللي ما تقدر تروح للشغل بدون ما تسويه؟ السيارة. أني ما أقدر ما أروح بدون السيارة. السيارة. إيه. خلونا نشوف السيارة. الآن تبي تروح العائلة التركستاني، تفضل يا عبد الله، تفضل يا جهاد. هذا الحين احنا عندنا فوز والتحدي قدامكم مرة عالي. إن شاء الله. أنت مريح أنك أخذت الثلاثين، الوالدة تقول نبغى ناخذ إلى آخر إلى خمس جولات، صح؟ بإذن الله. مستعد؟ طيب، اذكر شيء مستحيل تروح العمل من غير ما تسويه. غير ما اسويه. عمل تقوم فيه قبل ما تروح العمل. الوقت. الوقت يا صاحبي. الفطور. الفطور. خلونا نشوف الفطور. أعلى علامة. على فكرة أنت وش كنت وش تفطر الصبح؟ والله فول تميس. اللي الوالدة تصلح فول ولا الغامدي ولا من فول الغامدي؟ فول الغامدي. طيب السؤال، وش هو الشيء اللي لازم تسويه قبل ما تروح للعمل؟ تاخذ الجوال. تاخذ الجوال. اي اوف، هذا ما يصبر من دون الجوال. الجوال. خلونا نشوف الجوال. اوي، أنت كم ساعة تستخدم الجوال؟ في النهار. في النهار؟ أظنك تنام وهو يشتغل. تضحك، هي عارفة. إيش هو اللي الواحد يسويه قبل ما يروح الدوام؟ أنت اللي تشوفينهم، قولي لي واحدة منهم. الصلاة. الصلاة. ونعم بالصلاة. الصلاة. أوي. السلام، والله أموركم زينة يا تركستاني. وش هو الشيء اللي تسويه قبل ما تروح للعمل؟ زي ما قلت. أنت وش تسوي لو قبل ما تروح للعمل؟ قل لي أي شيء تسويه. ما أنسى بطاقة العمل. ما تنسى بطاقة العمل؟ بطاقة العمل. بطاقة العمل. والبطاقة العمل تأخذها معك البيت وتخليها في السيارة. لا، معايا البيت. معاك. خلونا نشوف بطاقة العمل. أول خطأ. باقي لكم خطأين. عندك السؤال مرة ثانية، وش تسوي قبل ما تروح العمل؟ شيء تسويه، واحد اللي تسويها. تمارين رياضية. تمارين رياضية. تمارين الرياضة. باقي خطأين وجوابين. وش اللي تسويه قبل ما تروح الشغل؟ المحفظة. اخذ المحفظه. تاخذ انت دائما تاخذ شيء، يا تلفون يا محفظه، يعني ما تفطر ما تغسل مش زي تاخذ المحفظه. المحفظه. باقي خطا واحد وجواب واحد. استعدوا انتم للسؤال ذا، ترى جايكم اعتقد. ايش هو اللي يسويه الواحد قبل ما يروح للدوام يا امي؟ الوضوء والتوكل على الله. الوضوء والتوكل على الله. إن شاء الله. طيب الوضوء والتوكل على الله، ونعم بالله. عطونا الوضوء والتوكل على الله.